صراحة هو تحدي. أول شيء كان تحدي كبير بما أنه لغة جديدة وبلد جديدة وأولاد بعمر المراهقة وفي منهم جامعية، فبداية كان أنه لا أولادي أطفالي أنا أكمل اللي كان بدي إياه أنا من زمان. بعدين أخذت قراري وقلت كوني قدوة إلهم لحتى لما هن يدخلوا هذا الطريق يشوفوكي قدامهم. حاليا هن لما بيخطوا خطوة يشوفوني كيف ماما تصرفت بهي الظروف، كيف ماما عملت، أكيد أنا بقدر لأنه ماما قدرت والظروف كانت أصعب منها. البداية أنت بتقرريها بقدر أو ما بقدر، بس الوحدة أيقنت بقدراتها ونحن عنا قدرات. هذا الشيء من جوا، متى ما أيقنتي أنك بتقدري ثقة تماما أنه توكلك على الله وبعدين عملك رح توصل. هلا أول شيء كنت كتير مستصعبة إني أدرس بتركيا وبجامعة إسطنبول خاص باللغة التركية، لأني اكتشفت بكل شيء، يعني بكون دراستي أنا طبية كل شيء مصطلحات طبية كانت صعبة كتير علي حفظها يعني وترجمتها، لأنه كل شيء بعرفه بالتركي بالسنة اللي درستها ما لقيت شيء منه ضمن الدراسة، بس الحمد لله رب العالمين الله وفقني وصلت لهون. أنا أم وعندي طفلين. هلا أول ما أجيت على تركيا أنا عايشة مع أهلي، أول ما أجيت على تركيا جيت مع أولادي وأهلي، فطبعا بمساعدة بابا وماما كانوا يتركوا لي أولادي عندهم لحتى أحسن روح أقدم لغة، بقيت سنة أدرس لغة لحد ما سجلت بالجامعة ودرست، يعني كانت صعبة كتير بس الحمد لله تعديتها. والله بالبداية واجهنا صعوبات من حيث اللغة، من حيث أنه بلد جديد، مرحلة جديدة بحياتنا، ولكن ولله الحمد فضل رب العالمين تخطينا هاي المرحلة. طبعاً بذلنا جهد كبير، تعبنا لحد ما وصلنا لهون، والفضل الأول والأساسي بيرجع لجوزي وولادي، يعني وقفوا معي كتير بهاي الفترة وتحملوني. شو كانوا يقولوا لك أولادك لما شوفوك عم تدرسي؟ كان عندهم تحسي دافع أكبر، يعني حتى تحسي طفلة عمرها سنة ونص ماسكة قلم وعم تكتب، خلص بدها تمثل الشيء اللي قدامها. شو بتحبي تقولي للسيدات اللي مثلك عشان يتابعوا دراسة؟ ما حدا يوقف. أنا بالبداية كانت غصة كبيرة دراستي، أنا طلعت من سوريا وصارت الأحداث، كنت سنة أولى جامعة ترفعت على الثانية، فالأحداث اللي صارت هي أنه خلتني يعني اترك دراستي مجبورة، فهالهدف ضل قدامي، حاولت كتير لسنين كتير الحمد لله رب العالمين لحد ما وصلت الهدف اللي بدي اياه بعد شي 9 سنين، بس الحمد لله ما تركت هدفي روحي.